بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. انتوا زي ما سمعتوا عيد النيروز ده عيد راس السنه القبطيه. طبعا علاقته بعيد الشهداء هحدي فكره سريعه خالص على كلمه النيروز وعيد النيروز يعني ايه الكلمه عيد النيروز؟ حد يعرف؟ لا، الكلمه نفسها نيروز دي مش بتشوفوا ناس رجاله اسمهم نيروز؟ عائلتكم فيها حد اسمه نيروز؟ في نيروز. مين يعرف؟ حد يعرف؟ ها نطلع الدولار. طيب نيروز أصلها كلمة قبطية، نياراو. أنتوا سمعتوا اسمو بكلو من تتيرون به تنتك ميت خريسوس بشوش نياراو نمني مومي نمني ستي نمني كربو. نياراو يعني إيه؟ نياراو بارك المية. المية عارفين موسى لما انتشلوه سموه إيه؟ ابن الماء. موسي نياراو. فهو أصل الكلمة نياراو يعني الأنهار. طيب اللي جاب نياراو لنيروز لما جم الإغريق اليونان مصر هم تملي يزودوا في الآخر الإيه للمذكر السوس زي أنتوني سموه إيه أنطونيوس باسيلي سموه باسيليوس كله كده بيزودوا الأوس دي. اللي درس منكم يوناني حد درس منكم يوناني يبقى أقول أي حاجة أنا محدش حيفهم وخلاص. لا لا في المذكر يزودوا الأوس زي ما قلت لكم في الأسامي. فلما جم اليونان إيه كله فحطوا الأوس دي فبقت إيه نيروز. اللي حصل بقى طيب ده كان عيد قبطي قديم خالص. طبعا لازم تقدروا تميزوا في فرق ما بين الأقباط والمسيحيين. انتوا فاهمين الأقباط ده شعب كان عايش في مصر أيام الفراعنة زمان. الأقباط الكلمة ملهاش دعوة بالمسيحيين. هحكي الكلام ده بس. فكان الوقت ده في السنة ليه سموه نياراو؟ لأنه ده كان معاد اكتمال مياه نهر النيل. فكان بالنسبة للأقباط الفراعنة المصريين يوم يعني احتفال كبير. النيل هيتملي ويفتحوا الترع والأراضي تتسقي ويعم الخير في أرض مصر. وكان مصر كلها قايمة على الفلاحة يعني. وتسمية شهور توت بابا هاتور كياه كتوبة أمشير برمهاب برمودة بشنس دي كلها لها علاقة بالزراعة. فكان ده بقولك يوم اكتمال الفيضان بتاع نهر النيل. علاقته بقى بالمسيحيين لما جم المسيحيين بقى أمنوا بالمسيح فضلوا محتفظين بالسنة القبطية لغاية سنة 202 وكام؟ 282 و84 ماشي لغاية سنة 282. أصل في ناس كاتبين 4. أنا أقول لكم حاجة سهلة خالص. إحنا السنة دي سنة كام؟ 2018. اطرحوا منها 282 يديك السنة القبطية اللي إحنا فيها. فهحكي المهم. فلما جه الراجل الإمبراطور اللي اسمه دقلديانوس اعتلى عرش روما كان سنة 282 وابتدى اضطهاد المسيحيين من بداية عصر. فالمسيحيين الأقباط بقى اللي ساكنين في مصر قالوا احنا
من اليوم دوت هتبقى بداية تاريخنا. فبقى سنة 282 ميلادية اعتبرت سنة ايه؟ واحد قبطية. طب وهي كانت سنة كام من التقويم الفرعوني؟ 4525. اذا التقويم الفرعوني ده تقدر تقول النهاردة عمره كام؟ نزود عليه كام؟ تزود عليه السنة القبطية. برافو عليك، أنتوا شطار في الحساب، الحمد لله. أهلاقينا حاجة فيها أنتم صحصحين. أقول تاني، سنة واحد قبطية كانت سنة كام في تاريخ روما؟ 282. وكانت السنة دي سنة 4525 من السنة الفرعونية. عيد النيروز ده زي ما بقولك ارتبط بالشهداء. ليه كانوا اللقباط في اليوم ده؟ كانت البلد كلها بتحتفل بيه، فكانوا اللقباط يخرجوا أيام الاستشهاد، كانوا بيدفنوا الشهداء بره البلاد، ما كانش يعملوا كنائس لسه وبتاع. فكان في اليوم الاحتفال ده يطلعوا اللقباط ويزوروا الشهداء ده ويعملوا تماجيد وتسبيح ويسهروا طول الليل لغاية ما دخل حتى المسلمين في مصر. واعتبر عيد النيروز ده عيد قومي، يتعمل فيه كرنفال وعيد شكر، لأن المياه النهر بترتفع ويبتدوا يرووا الأراضي والخير. يعني ادي يعني فكرة سريعة خالص على عيد النيروز. بالنسبة لينا احنا هنا في الكنيسة زي ما قلنا هنحتفل العشية يوم الاثنين الساعة 7:30 وبنسهر شوية. أقول كلمة بسيطة خالص على الشهداء وبعدين هحكي حكايتين كده. مش حلوة الحكاوي دي؟ طيب أول حاجة هقولها بس على الشهداء، مكانة الشهداء. في سفر الرؤيا قال إيه؟ إنه مكانهم تحت المذبح. وبعدين قال انه ما حدش هيخش السماء الا اللي اسمه مكتوب في ايه؟ في سفر حياه الخروف. ايه بقى سفر حياه الخروف ده؟ قول يا دكتور. سفر يعني ايه؟ كتاب. طب ايه الكتاب ده؟ ده قال ما حدش هيخش السماء الا اللي اسمه مكتوب في سفر حياه الخروف. طب سؤال، هل احنا اسمنا مكتوب في السفر ده؟ ما لازم نعرف السفر ده ايه؟ ايه هو؟ السفر ده بيكتب حياة كل اللي شهدوا للمسيح. عشان كده اسماه اسم الكتاب ايه؟ سفر حياة. تفتح اول صفحة في الكتاب ده تقرأ مين؟ حياة مين؟ دم يسوع، قصة الحب العجيبة. بس يا بنت يا إيفون انت، أنا هاخد البت دي منك، هتقول لي خدها يا ريت. طيب خلي بالكم كلام جميل قوي. فالسفر ده أول واحد كتب فيه بدمه هو ربنا يسوع المسيح، كتب حياة حبه لكل واحد. طب اقلب بقى الصفحة تلقى مين؟ ست العذراء. اقلب تاني تلقى الشهداء كله 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 لغاية ما تيجي عليه الصفحة مكتوب عليها فوق كده ايه؟ سامح جرجس، مش كده؟ تقرأ ايه تحتيه؟ مش هقول. لازم يكتب في قصة شهادة نفرته هجا. نقول انا بقول ايه؟ انه السفر ده كل واحد فيه ليه صفحة مكتوب اسمه بطة، وبعدين نقرأ قصة شهادة بطة، مش شهادة دم،
شهادة محبة، شهادة محبة. قصدت أقول الكلمة البسيطة دي بس في عيد الشهداء عشان كل واحد يشوف أنا ترى هكتب إيه في الحياة. بولس الرسول قال أما سيرتنا نحن فهي إيه؟ في السماوات. واحد من الآباء علق يعني إيه سيرتنا إحنا في السماء؟ طب أنا ما أنا عايش على الأرض إزاي تبقى؟ وبعدين حطت حتة تشبيه يعني عجبني جدا. عمركش وانت مرة ماشي كده في الشارع وبعدين لقيت ظل طاير فوقك تبص تلقى فيه ايه فوق ماشي ايه طيارة؟ الله، هي الطيارة دي في الارض ولا فوق في السماء؟ دي في السماء، ولكن ايه اللي ماشي تحت معاك على الارض؟ ده الظل بتاعها. قال احنا كده حياتنا مثل ايه؟ ظل بخار، لكن احنا اصلنا فين؟ واللي ماشي في الارض ده ايه؟ ده الظل. ايه رايكم في التشبيه ده؟ في منتهى الروع. زي الطياره لما بتمشي من فوق وانت تشوف الظل بتاعها مش في الارض، انت وانت بعدين حتى لو ما رفعتش عينك فوق تقول ايه؟ طياره ماشيه، دي فوق يا عم. الظل بتاعها احنا كده، احنا حياتنا على الارض ايه؟ الظل، لكن سيرتنا فين؟ السماء. عشان كده بقول ايه، تعالوا بقى في عيد الشهداء ده نتشجع ونعمل اعمال في السماء. تيجي واحد تقول له ايه يعني محبه وفوت وضحي وبتاع. احنا ناس، احنا بشر، ما انا بردك عندي كرامه. ده ظل، ده مش حق، ده احنا في السماء عندنا امكانيات ان احنا نكتب سيره في السماء. صحيح بزعل جدا 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 تجي لي مشاكل، فلانه قالت وعادت وكلمت عليا ومصر وعملوا على الفيسبوك وبعدين انا بتوه، فعلا بتوه. وبعدين اقول لا، هم دول لسه في الارض يا بنت، بس هيا إلاري، ما احنا هنا فاميلي مات. ايه عاوز اتشارك، وسندي معاها واحده بس هاديه، بنت سندي دي جميله بنت ايفون اصلها. طيب بس خليكم معايا العيال دي حتى. فارجو ان احنا مع عيد الشهداء ومع بداية السنة الجديدة الواحد يقول لا، احناش من هنا، احنا من فوق، احنا عندنا امكانيات نحلق في السماء. بلاش بقى حكاية الارض دي. صحيح انا ما يعني بعترف لكم انا بكسف لكم لما يجوا ناس يقولوا لي وبعدين جابوا وبعدين عزمني وما عزمنيش وجاب الهدية وبعدين اتكلموا علي وبعدين مصر بعتوا، اللي بيضحكوا دول ريليتد للكلام اللي بقوله يظهر كده. طب وبعدين؟ وبعدين هنضيع ال 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 الحياة في الظل ده؟ احنا فوق، ده احنا ماشيين، احنا ما احناش في الأرض. أرجو أرجو صحيح يبقى العيد الشهداء ده يعني سبب بركة لينا. أحكي حكاية قريتها عجبتني، يمكن حكيتها لكم قبل كده، هي قصة حقيقية الحقيقة. حد يعرف حاجة على الثورة الفرنسية؟ أنت؟ يعني ما لخبطش زي ما عاوز؟ طيب ده تاريخ. طيب مين اللي بيتكلم ورا ده؟ ما لا ما أنا ما تقوليش ما أنا مش شايف لسه، ما فهمتيش الحتة، أخري هنا عند إيفون دي. أي واحد يقعد بعد إيفون هيز سيف. أي كان، فأنت قلتي لي ضيانة خلاص عرفت. طيب كان في فرنسا قبل ما يحصل الثورة سموها ثورة الرعاع دي، كان في يوم احتفال مهيب خالص في شوارع باريس في فرنسا. كان واحد من الأمراء بيتجوز واحدة أميرة اسمها ماريان، بنت واحد كبير قوي في البلد. بعد ما خلصوا الاحتفال بتاعهم في الكنيسة ماشيين في موكب الملكي بقى، والورد والبتاع، فهم نزلوا العريس والعروسة دول ماشيين في الشارع والحرس عمال يوسع لهم والبلد كلها بتحتفل بيه. في الطريق المقابل في موكب جنازة ماشي،
والعادة دي إذا كان زمان إنه يحطوا على الصندوق الورد ده. فالأميرة دي ماشية وجم الحراس يزقوا الموكب الميت ده، فلامحت الأميرة العروسة دي إن واحد ماشي وراء الجثمان ده بيبكي بحرقة خالص، كانت أخته الوحيدة ميتة. فراحت والصندوق معلهوش أي ورد، فراحت شالت وردة من التاج بتاعها وحطتها على الصندوق وقالت للموكب بتاعها وسعوا إحنا وخلوا الموكب الجنازة ده يروح ويصلي في الكنيسة. عدت الأيام وقامت الثورة الفرنسية، وزي ما اسمها في التاريخ معروف ثورة الرعاع، وكان بيقودها واحد وكان يعني متغاظ جدا من الأغنياء بتوع فرنسا. فابتدى في مشهد عام يجيب كل الأمراء دول ويحكم عليهم بالإعدام قدام الشعب، عاوز كان ينهي على الطبقة الأرستقراطية دي. فهو قاعد، وطبعا الشعب الفقير فرحان بقى بيتشفى في الأمراء دول. فجمله ثلاثة، ست كبيرة وولد شاب وأخته، فحكم عليهم بالإعدام زيهم زي بقية الناس، وقال للحكم هيبقى الساعة 9 بالظبط، وحطهم في السجن، ولا قال الساعة 8. وبعدين قبل ما يجي الحكم راح هو بنفسه قائد الثورة ده ودى للست الكبيرة دي ورقة قال لها ما تفتحيهاش غير الساعة 9. قالت الساعة 9 ده أنا ده معاد الإعدام بتاعي. قال لها تفتحيها الساعة 9 وخلاص. وراح واخدهم الثلاثة دول هو بنفسه من سجن وطلعهم على مركب رايحة إنجلترا وطلعهم قبل الساعة 9 بالضبط. بتفتح هي الورقة وهي في البحر، ها لقت إيه؟ قال لها أنا الراجل اللي كنت ببكي بالدموع، وأنا مش ممكن أنزى منظرك وأنت عروسة وخدتي وردة حطتيها على الصندوق بتاع أختي، فآدي الورقة دادية اللي حطيها بمشاعر طيبة، مش ممكن أنسى صورتك وانت بحطيها، حفظت حياتك أنت وابنك وبنتك. قصة لطيفة. أنا بقول فعلا كلام المسيح اللي في الكتاب المقدس يقول إيه؟ ارمي خبزك على وجه المياه لأنك ستجد، وقال إيه؟ اصنعوا لكم أصدقاء من ملأ. صحيح يا أخواتنا إحنا مش قادرين نعمل خير في بعض ليه؟ يعني كانت القرايات الأسبوع اللي فات، من يقدر أن يفعل حسنا ولا يفعل فذاك خطير. طب ما تعالوا مرة تانية في السنة الجديدة، ما تعالوا نعمل أعمال حلوة في بعض، بدل ما احنا عمالين نغيظ في بعض ونشيل من بعض ونتكلم على بعض، ما تعالوا نعمل أعمال حلوة تتحفظ لنا في السماء. ايه صعوبة مثلا ان واحدة تاخد وردة وتحطها؟ صعوبة ان الواحد يعني يقول كلمة طيب، صعوبة ان الواحد ما يقولش كلمة تجرح لواحد. صحيح احنا معاملتنا مع بعض بقت رف، كله مش كده، كله بيشتكي من كله، فلان قال وفلان وكلمة جرحة ودي، طب ما كفاية بقى. صحيح سنة جديدة وسنة شهداء، افتكروا الحاجات دي. احنا فين؟ احنا سيرتنا في السماء، اللي على الارض ده ظل. عمرك شفت ظل بيتخانق مع ظل؟ حاجه ما فيش، ظلين ماشيين هيتخانقوا؟ لا. ارجو صحيح خلي معاملتنا مع بعض فيها حنيه، فيها محبه. يعني ساعات ناس بتغيب من عندنا ولا حدش بيسال، بردك عاوزين ايه؟ ننتبه لبعض. دي انجي دي، يعلم الله كنت على بالي يا بنت الاسبوع، فبقالي كتير انا غلطان ما بسالش، كنت لسه بقول اهو، بقول اللي ما بيجيش نسال عليه ازاي. طيب بس كده، لا دي سهل. صحيح هنا يبقى ابتدينا نتصل بالمسيح ونحس بالجسد الواحد. يا اخواتنا احنا ما احناش عيله جسديه، احنا عيله سماويه، اعضاء جسم، اعضاء عيله المسيح.
اوعى بقى حد تاني يجي يقول لي بقى على خناقات في الدنيا دي، سيبكم منها بقى. خلاص اتفقنا؟ احكي حكايه تانيه ولا كفايه؟ بتقولي ايه؟ انت جيتي انا اللي جبته لنفسي ده. طب احكي لكم حكايه تانيه. انا بس هقول لكم، احنا انا كنت وعدتكم هنبتدي بشرح القداس بالديتيل بقى، هنطلع المسبح بره هنا وهحكي كل حاجه بتحصل بالديتيل، عشان اي واحد بقى في وسط القداس ما يبقاش مركز تبقى وعيته بيض، واي عيل بقى مش قاعد قدامي ابوه وامه مسؤولين يحفظوه كل حاجه. فهنبتدي باذن المسيح من الاسبوع اللي جاي نشرح القداس، مش بس الطقس بتاعه، المعنى الروحي اللي ورا كل حاجه. قصه تانيه بردك قريتها عجبتني، قصة رمزية. كان في شاب عايش عيشة حلوة طيبة، سمعته حلوة، طيب كويس، سيحي حلو، ولكن زيه زي بقية الشبان في البلد بتاعته. قاعدين شبان بيلعبوا كوتشينة مع بعض، حصلت خناقة، قوم الشاب الراجل دوت ايه اتنرفز واتغاظ، راح ايه مطلع مسدس وايه وموت واحد. طبعا قامت الدنيا والمحكمة واتحكم عليه بالاعدام وحطوه في السجن لغاية ما يتنفذ الحكم. حصل انه البلد كلها بتحب الراجل ده، فبعتوا البلد بقى كل شوية تبعت له واحد من الكهنة يكلمه كلام طيب، وهو بقى ايه نفسيته اتأزمت وبقى رافض اي كلام من اي كهنة. ليه؟ لأنه ما انا معدوم ده حكم اعدام، ويعني وقاله يعني ندم وخلاص سكت. حصل انه الشعب البلد بعت يعني رسالة للحاكم، الحاكم كان راجل مسيحي كويس، انه بيلتمسوا انه يعمل يعني عفو على الشاب ده. فالحاكم اهتم بالموضوع وبقول لك يبعت واحد اتنين من الكهنة، مش راضي يسمع لحد ويصده. ففي الاخر قرر الحاكم ده انه يروح بنفسه. الراجل السجين الشاب ده مش عارف مين ده، فقعد الحاكم يكلمه انه يرضى يسمع له، مش راضي ابقى انت جاي زي بقيه الناس، انا مش عاوز اشوف حد، انا خلاص ايه يتحايا يا ابني، طب اسمع انا جاي بايه، ما فيش فايده. الراجل الحاكم خد بعضه ومشي. بعد ما مشي السجان جاي يقفل، قال له ما انت راجل محظوظ قوي. قال له ليه؟ قال له ده الحاكم بنفسه جاي يزورك هنا. قال له هو ده كان الحاكم؟ قال له اه. انت ما تعرفش؟ قال له لا ما اعرفش. قال له طب هو ما قالكش جاي ليه؟ قال له انا ما اديتوش فرصه. قال له ده قايل لي انا انه كان جاي وكان معاه في جيبه قرار العفو بتاعه، ازاي ما اديتوش؟ قال له يا دي الخبر. قال له طب هات ورقه بسرعه. فجاب ورقه السجان وادها للسجين ده، قعد يكتب بقى السجان ايه اعتذار ومش عارف ايه، وبعتها للحاكم. فالحاكم قلب الورقه وكتب له من وراء ايه قضيتك لا تهمني فيما بعد، ومات. ايه رايكم في القصه دي؟ قصه زي ما بيقول لك رمزيه. ده مين القاضي ده؟ القاضي المحامي المسيح. ومين القاتل؟ انا هنا واقف على الباب واقرع، انفتح لي احد ادخل واتعشى. طب ما تعالوا نتفق بقى انا وانتوا السنه دي كده سنه جديده، ما يعديش يوم علينا الا ونقف بالليل ونقول له ارحمني انا الخاطئ، اغفر لي جميع ما اخطات به اليك في هذا اليوم، كان بالفعل بالقول بالفكر بكل الحواس. ايه رايكم؟ بدل ما نسمع بقى الصوت اللي يقولك ايه قضيتك لا تهمني فيما، لا نسمع بقى الصوت الحلو. حلوة كده؟
توتة توتة خلصت الحدود. انتوا تحبوا الحكاوي دي. خلاص فهمتي حاجة يا انجي؟ طيب هتعملي حاجة؟ عيد النيروز امتى؟ في سبتمبر. الحمد لله كويس قوي قوي. الله احنا كنا فين سبتمبر؟ 11 سبتمبر اللي هو يوم ايه؟ يوم الثلاث اللي جاي. يلا كل سنة وانتوا طيبين. أمين الليل يا زوج سابت ريكيو ماتي كانين قاين كيستو سيونا صونيون آمين تنقوشي بولنجو اموجي وبنشوي بخريسو سزمو انمو ام فيارو ماري بك ناين تكهيريني او ينصف تنبي كلاو سوتي امونو ناينان كريا ليسو كريا ليسو كيريا بلوغي سون امين اسمو ويروي اسمو ويروي ستيمي طانيا كوني ايفو لغو ام بيز بخريسوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح والشركة وموهبة وعطية الروح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الله يكون معكم.